نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. معنا الآن الأستاذ لحبيب الطيبي، متحصل على ماجستير حضارة، وأستاذ يعد الآن بحث دكتوراه حول قضايا النص القرآني كما يطرحها المستشرقون. مرحبا بك يا حبيب الطيبي. أهلا وسهلا بكم دكتور، مرحبا بمستمعي قناتنا العزيزة الغالية الحياة FM. شكرا سي الحبيب. أنت كما تعلم اليوم نحن في حلقة خاصة حول كتاب الدكتور محمد فوس الدريسي، في حول كتابه Soleil Géant Rouge Concordance Science et Livre Sacré. هو كتاب مكتوب باللغة الفرنسية، وقد درست أنت هذا الكتاب، وأنت كباحث يهمك جدا هذا الكتاب. أولا، كيف تلقيت هذا الكتاب؟ وعندما قرأت هذا الكتاب، ما الإضافة التي كانت لهذا الكتاب لشخصك أنت كباحث في هذا الموضوع؟ أمامنا كتاب عنوانه Soleil Géant Rouge Concordance Science et Livre Sacré. إذا أردنا أن نترجم العنوان فقط بالعربية، لأن الكتاب غير مترجم، وربما تأتي الفرصة تسمح لنا الفرصة لترجمته. الشمس الحمراء الكبيرة، محاولة في التوافق بين العلوم أقول الصحيحة والكتب المقدسة. هذا الكتاب حاول صاحبه أن يدافع على رؤية مخصوصة قائمة على أن نصالح بين العلوم الصحيحة، وأخص بالذكر في هذا السياق علوم الفلك والكونيات والفيزياء، وبين الكتب المقدسة، أعني بالكتب المقدسة الكتاب المقدس والقرآن الكريم. حاول من خلال هذا الكتاب أن يقدم مجموعة من المبررات التي تشرع لبحثه. أول تبرير استند إليه ليبرر بحثه وليشرع له يتمثل في
مسلمة قوامها أنك إذا تأملت في هذا الكون العجيب والمدهش تشدك أسئلة أنتولوجية عديدة. كيف نشأ هذا الكون؟ ما هي مكوناته؟ هل هو سرمدي أم له تاريخ؟ هل له بداية؟ هل له نهاية؟ هذا السؤال أثار الكثيرين منذ القدم، وكان محل اهتمام كل من الدين والفلسفة، فقد عني به أفلاطون. قد كان أفلاطون يعتقد أن هذا الكون له بداية وله نهاية. اهتم أيضا بالإجابة عن هذا السؤال أرسطو تلميذه، ولكنه خالف أستاذه فمال إلى سرمدية الكون، إذ يؤمن أن هذا الكون لا بداية له ولا نهاية له. وبقي هذا الأمر مثار اهتمام العلماء والفلاسفة، منهم ابن رشد وقد أشار إليه وغيره، ولكن الدين هو الآخر من خلال الكتب المقدسة أجاب عن هذا الإشكال من خلال القول بأن الله عز وجل هو من خلق هذا الكون، وأن هذا الكون مخلوق، وأن هذا الكون سيندثر في يوم من الأيام. أنا أتحدث في هذا السياق المبررات التي قدمها الكاتب، وهذا المبرر الأول، هذا المشرع الأول. فعلا اهتم العلم مؤخرا، وهذا مبرر آخر، اهتم العلم مؤخرا بالكون بنظامه، بالبحث في إمكان خلقه ونشأته، وكان لنظرية أينشتاين الفضل الكبير في الإجابة عن هذه الأسئلة الأنتولوجية. إن النسبية التي تحدث عنها أينشتاين وما ترتب عنها من نتائج علمية مدهشة، وخاصة ما ترتب عنها في ما يسميه العلماء بنظرية البيج بانك، أي نظرية الانفجار العظيم، أمكن للعلم أن يقدم صورة إجابة تختزل في أن العالم فعلا هو مخلوق، هو منشأ، وإن العالم الكوني آخر الأمر هو مجموعة من المجرات المتباعدة المتحركة، مما يؤكد امتداد هذا العالم، ومما يشرع الحديث عن توسعه والتوسع فيه، علما أن المجرة مفهوم فلكي، أنه عالم كوني يتكون من آلاف المليارات من النجوم ومن فضاء مظلم وما إلى ذلك من هذه المسائل التي تحتاج إلى مزيد من التوسعة والبحث. استند أيضا هذا الكاتب في التشريع لبحثه إلى أن عديد العلماء لا يرون مانعا في أن نصالح بين العلم والدين. أيوة. فليس هناك تضارب بينهما وليس هناك اختلاف، ولذلك فهو يحتاج برأي موريس دوكاي حينما يقول إن ما يبدو تضاربا لا يضعف إيمان المؤمنين. أيوة. بل بالعكس يزيد إيمانهم قوة. ويسرد إلى هيبير ريفيث هذا العالم فيزيائي فلكي العديد من العلماء ليؤكد بأن العلم والدين لا يتعارضان ولا يتناقضان، وإن كان يميل البعض منهم إلى الفصل بين هذا وذاك، فللعلم منهجه وموضوعه وأساليب تحليله ونتائجه، وينغلق عن ذاته لأنه ليس في حاجة إلى غيره. أما الدين فهو يصدر القيم وهو يصدر الأحكام، وهذا لا يفعله العلم. من المبررات الأخرى التي قدمها باحثنا هو خصوصية المعجم القرآني. في الحقيقة المعجم القرآني مثل موضوعا أو جدليا كبيرا منذ أن نزل القرآن وإلى اليوم، فما أن جاء القرآن حتى شغل الناس أخذ منهم مأخذا كبيرا وشغلهم. ولئن قرئ المعجم القرآني في المراحل الأولى من الحضارة الإسلامية قراءة قائمة على الدفاع عن عربية القرآن وعن إعجاز لغته،
فإن هذا المعجم قد قرئ اليوم في القراءات الاستشراقية وفي بعض القراءات الأخرى بشكل مختلف. فهذا يرى أو إن هذه القراءات أجمعت على ملحوظة مهمة، هي ملحوظة إشكالية، إن هذا المعجم هو معجم فيه الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وإن حاول التراث وعلماء القرآن وعلماء الدين أن يبحروا فيه بناء على نظرية الاتفاق اللغوي التي دافع عليها كثيرا الطبري وغيره، وبناء على عربية القرآن التي دافع عليها الفقهاء والشافعي أساسا، يعني هو أول من أسس علم أصول الفقه بناء على ما قلت عربية القرآن. أيوة. إذن لأن درس هذا المعجم وما فيه من غموض وما فيه من أعجمي دخيل غريب غامض غير مفهوم، درس بطريقة قائمة أساسا على إثبات هذا إعجاز هذا النص، فإن المعاصرين درسوه بطرائق أخرى، ذاك يبحث في الجانب السرياني والجانب الدخيلي في النص، وذاك يبحث فيما غمض فيه من كلام، وهذا الدكتور محمد فوزي إدريسي أيضا اكتشف هذا الغموض في هذا النص القرآني، واستند إلى رؤية قوامها أن ابن رشد حظ على أن نقرأ القرآن قراءة مجازية لا أن نقف على دلالته اللغوية، وبين أن ما جاء في القرآن على عربيته فيه الكثير مما هو فيه معجم كثير شديد الغموض. هذا المعجم هو يحتاج إلى إعادة نظر وإلى إعادة قراءة، ولم يقف الأمر عند هذا بل تجاوزه إلى غير ذلك. من ذلك أن القراءة التقليدية التي لم تحد كما يجب بالمعجم بهذا النمط من المعجم القرآني، إن تلك القراءة التراثية القديمة أثرت تأثيرا سلبيا في قراءة المترجمين، لذلك أخطأ أيضا المترجمون في قراءة هذا المعجم، وضرب مثلا على ذلك مثال الكواكب، ورأى كيف أن المترجمين اليوم يترجمون على أنها نجوم، نجوم ولكن الحقيقة ليست نجوم، هي دي بلانيت. إذن في رأيه، وأن الشمس هو نجم ليس بكوكب، في رأيه لابد من إعادة النظر في هذا المعجم ومن إعادة قراءته في ضوء ما آل إليه الأمر من نتائج علمية صحيحة ثابتة، إن الثورة العلمية وإن النتائج العلمية في علوم الفلك والكونيات والفيزياء انتهت إلى نتائج مهمة بالإمكان أن نستفيد منها في قراءة هذه النصوص المقدسة وفي تيسير ما غمض في هذا المعجم وتوضيحه وتبيينه. أيضا احتج كذلك صاحبنا دكتورنا سي محمد فوزي الدريسي بالعلاقة المبتورة القديمة بين علماء الدين والمفكرين والعلماء والفلاسفة، واكتفى بالإشارة إلى أن الكنيسة قديما كانت تشن الحرب على العلماء وتقتلهم، وفرضت على المؤمنين إيمانا خاصا من العجائز، جعلتهم مسجونين ضمن فضاء القراءة التراثية التقليدية الدينية لعلماء الدين. كذلك أثار مسألة العلاقة بين العلم والدين من زاوية المنهج، إشكالية المنهج في المصالحة بين العلم والدين، واحتج ببعض من يرفض أن نجمع أو أن نصالح في مستوى المنهج والقراءة
بين الدين والعلم، واحتج مثلا بعبد الحق غويدر في الصفحة 28، واحتج أيضا بأوريل دافيد في الصفحة 23، إذ كلاهما يؤكد أن العلم مختلف تماما عن الدين مهما كانت المواضيع أو الإشكاليات التي يمكن أن نقارن أو تدفعنا لكي نقارن بينهما. لا مجال لأن نسقط المنهج العلمي في قراءة النصوص الدينية، ولا مجال أيضا أن نسقط النصوص الدينية والمقدسة على العلم، ولكنه يدحض تماما هذه الرؤية ويؤكد بأنه بالإمكان أن نعيد قراءة النصوص المقدسة اعتمادا على النتائج العلمية، ويحتج على سبيل المثال بحجتين. أما الحجة الأولى فهي دينية، فهو على سبيل المثال ويحتج بالآية القرآنية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وهو يحتج أيضا بالآية القرآنية التالية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ويرى أن الدين قد عظم العلماء وجعل مرتبتها جعلهم في المرتبة الثالثة بعد الله وبعد الملائكة. هذه حجته الأولى. أما حجته الثانية فهي علمية، ومدارها هو إقرار فكرة خلق الكون وإمكان اندثاره، الأمر الذي تؤكده النصوص المقدسة. فالحقيقة العلمية من الحكمة أن نقارن بينها وبين الحقيقة الدينية. في الدين نتحدث عن خلق للكون وعن نهاية له، وفي العلم نتحدث أيضا عن خلق للكون وعن نهاية له. فلما لا نصالح بين المجالين وبين الحقلين، ويمكن أن نخلق. ليست فقط مصالحة، بل هي نقوم مثل هذه القراءات، فهي تعطيك نوعا من الإيمان، من طمأنة نفس المؤمن، حتى المؤمن بطريقة كلاسيكية كما تقولوا توما برشا، بطريقة تقول إيمان نون قذف الله في قلبي وانتهي، حتى أن الإيمان أصبح إيمان عقلاني، فالناس توصل بالتفكير سنعود إلى هذا دكتور. نحن مثلنا استعرض الأسس التي بنى عليها كاتبنا أطروحته. ما الذي يشرع لكي يكون هذا الكتاب؟ الملحوظة الأخيرة هي آخر الأمر إضافة نجدها في مقدمة الكتاب، إضافة الباب فرانسوا الجرو إمام ذا الأزهر، هي إضافة تتحدث عن حوار الحضارات. حوار الحضارات موضوع إشكالي، هناك من يقرأه قراءة موضوعها محورها مضمونها صدام الحضارات مثل ما يفعل ثومة، وهناك من يؤمن بحوار الحضارات على أساس أنه رسالة الأديان هي رسالة قائمة على الحوار البناء وعلى التعايش بين الأديان وبين الملل والفرق على أساس التسامح بين كل الناس. لك حرية دينك، لك أن تختار الدين الذي تريد، ولكن ما يجمعنا هو هذا التسامح وهذه القيم الجميلة. دعني أختزلها ما يقوله ابن رشيق في تعريفه للشاعر: عطف القيم الجميلة على القلوب. أعني بذلك أن الدين يعني ورسالته الحقيقية هي مكارم الأخلاق، هي الأخلاق الفاضلة، هي قيم التسامح والتحابب والتضامن والتعاون والتعايش في كنف الحب والاحترام، أن تحب للناس ما تحبه لنفسك. هذا تقريبا الأسس التي بنى عليها منهجه المقارن في قراءته لمسألة التوافق بين العلم والدين. وإذا أثرنا مسألة المصالحة فلسنا نحكو عن إصلاح ذات البين. المصالحة يعني أن هناك قطعة قديمة بين العلماء والدين ورجال الدين، وهذا معروف. اليوم يريد الدكتور محمد فوزي إدريسي وغيره
وهو نهج تبعه وغيره. مثلا مشهور ومعروف موريس بيكاي سباق في هذا الموضوع، وهذا الموضوع اهتم به الكثير من المسلمون. المهم المصالحة تعني أن ندافع عن أطروحة قوامها أن هناك توافقا بين أو توافقا حقيقيا وفعليا بين العلم والدين، وإن كان هذا منزعه علميا وذاك منزعه إيمانيا، لكن ما هو علمي وما هو إيماني لا يتضاربان، النتيجة كما قلنا منذ حين هي واحدة. ولذلك فإن كتابه كله يبنى على فكرة قائمة، هذه الفكرة كنت أشرت إليها منذ حين ولكن أعيد تكرارها لمزيد توضيحها. إن العلم اليوم كما قلت اعتمادا على نظرية البيج بانج وما النتائج العلمية المترتبة عن نظرية أينشتاين، ما نتج عن ذلك أن الكون مخلوق، لم يكن شيء قبل هذا الكون، ثم خلق هذا الكون، ثم لهذا الكون نهاية. من النتائج المذهلة التي أكدها العلماء أن هناك نجوما حجمها كحجم الشمس تعيش في المرحلة الأخيرة من حياتها، أيضا إن هذه المجرات تتباعد، وهذا ما هذا المعنى، معنى التوسع ومعنى الامتداد موجود في القرآن لموسعون. التعبير هذا لا يستطيع أن يحيط به باحث في مرحلة معينة في لحظة معينة في تاريخ معين، أي لحظة نزول الوحي أو في المراحل الآتية في القرن الأول والثاني والثالث والرابع. العلم تقريبا في بداية القرن العشرين حديثا بدأ يحيط بهذا الموضوع، فقبل هذا الزمن لا أحد يستطيع أن يفهم لموسعون، قد يفهمها مجازا، قد يتخيلها تخيلا، قد يصنع معناها صناعة، ولكنه من الناحية العلمية لا يمكن أن يفهم، وأن هناك مجرات وأن الكون كله يتكون من مجرات ونظام كواكب معينة تخضع إلى منطق علمي مدروس وإلى حياة طبيعية دقيقة منظمة مرتبة، وأن هذه النجوم لها فترة زمنية معينة، وأن الزمن في الأرض مختلف عن الزمن في السماء، والمجرة إذا أثبت العلم وأن هناك نجوما كبيرة كشمس وغيرها إذن هي ستشرف على النهاية وستموت، فهذا يؤكد ما جاء في النصوص المقدسة. أرأيتم إذن كيف أن النتائج أو النتائج العلمية هي في ذاتها تتوافق مع مقررة الدين. إذن قبل أن نختم أريد أن أذكر بأن هذه المقاربة بناء على كل ما ذكرنا، بناء على كل الأسس التي بني عليها هذا البحث وبنيت عليها هذه الأطروحة، بناء على كل ذلك إذن تخرجان تميزانه. التخرج الأول، نقد التراجم ونقل المعجم القرآني إلى لغات الأجنبية لإساءة فهمه وبرر ذلك، وتجاوز التراث والقراءة التراثية بناء على نتائج العلم. مثال نظرية الخلق، مثال كرياسيون، فعل خلق، فعل خلق قرأه بطريقته استنادا إلى النتائج العلمية، لم يكتفي فقط بما أقره التراثيون واللغويون وعلماء القرآن والفقه وما إلى ذلك. نعتبر كل ذلك إضافة. نفس الشيء حينما نتحدث أو يتحدث القرآن عن نهاية الكون ويقدم مشاهد كثيرة من ذلك، نصف الجبال والأرض والشمس المكورة وما إلى ذلك، فهو يقدم تبريرات تأويلات بالحقيقة متأثرة شديد التأثر بالنتائج العلمية. ولذلك دعا إلى أن نقرأ هذا المعجم قراءة بلاغية مجازية مختلفة عن القراءة اللغوية العادية. هذا هو المطلوب. لما هذا البحث كل، لما هذا الحديث المطول آخر الأمر؟ لهذا غاية. ما الخلفية في ذهن الدكتور؟ ما الخلفية التي دفعته لكي يؤلف هذا الكتاب؟ إنها آخر أمر خلفية دينية أهوتية إيمانية يريد أن يؤسس
لإيمان جديد. هو يريد أن يتحرر من سجن المعرفة التي ثبتها التراث ودافع عنها وقدمها على أن الحقيقة على أنها هي الحقيقة المطلقة. يريد أن يؤكد أيضا مقولة تراثية قديمة معناها أو مضمونها إن القرآن يفسره الزمان. نعم. هذا نص منفتح وهذا نص قابل للقراءة وقابل لإعادة القراءة وقابل للإثراء بأشكال وبألوان تفترضها اللحظة الزمنية والمرحلة. فلا يمكن أن ننغلق على قراءة النص القرآني انغلاقا يعبر عنه هو بسجن الثقافة التقليدية التراثية، بل علينا أن نوسع منها وأن نضيف إليها وأن نستثمر ما جاء به العلم الحديث والعلم الصحيح إخصابا لعقولنا وتطويرا لمناهجنا ودفاعا عن إيماننا، دفاعا لا بالنقل وإنما بالعلم والعقل. شكرا سيد الحفيد. بصدق بصدق عملتنا قراءة جميلة لهذا الكتاب، وبصدق هو كتاب في مجهود، حسن في مجهود كبير لصاحبي أنا، مجهود بحث كبير وفتح برشا دي بارونتيز يوم أقواس لكثير من النقاش، وفي الآخر زاد خرج بعض آراء خاصة به هو اللي نخليه القارئ يكتشفها عندما يقرأ الكتاب. قمنا قراءات خاصة جدا به وانت ما طرقت لهاش، قلت نخليها للقارئ يقرأها وحده ويفهمها وحده ويشعر بها وحده. نحن لا نريد دكتور سمحني نحن لا نريد أن نجعل من هذه الحصة حصة اهتمام بالجزئيات والتفاصيل، بل فقط وددنا أن نقدم هذا الكتاب تقديما يستطيع أن يثير السامعة وسامعي القناة الحياة فهم، وأن تحثه إذاعتنا على أن يقرأ هذا الكتاب، ففيه ما يشده وفيه ما يمتعه وفيه ما يضيف إلى ثقافته وما يخصب عقله. شكرا سي الحبيب، بارك الله فيك ويعطيك صحة، وجعل هذه القراءة هو مجهود، حتى أنت مجهود كبير عملته لقراءة هذا الكتاب في ميزان حسناتك، بارك الله فيك سي الحبيب. عفو. وإلى لقاء قريب. عفو. مستمعي إذاعة الحياة FM، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدح دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله.